نرجع طلاب لاستكمال ما تبقى من محاضرتنا لهذا اليوم. فأتكلمنا عن التو ليفل والمالتي ليفل سينثيسيس اللي كانت لتنفيذ اللوجيك فانكشنز. نعم أستاذ. نعم أستاذ ممكن أخرج؟ إذا صار بيدي مجال يمكن أرجع أو ما أرجع، لأن شوية صار أعطيني عندي شغل. اسمك والشعبة. محمود صباح، شعب وعي. أوكي. تمام، شكرا كانت أستاذ. المالتي ليفل تو ليفل سينثيسيس على البوليان فانكشنز، ومثلنا غالبا باستخدام البوليان فانكشن بشكل اعتيادي. إذا كان عندي أيضا بوليان فانكشن معقد، خلينا نشوف كيف راح يكون التمثيل، وأرجع للطرق الريبريزنتيشن للبوليان فانكشنز. عندي كانونيكال وعندي نون كانونيكال. كانونيكال أقصد به أن التمثيل يكون يونيك للبوليان فانكشن. لو استخدمنا تروث تيبل راح يكون عندي للبوليان فانكشن، افرض على سبيل المثال اف يساوي اي بي، فالتمثيل راح يكون يونيك لهذا الفانكشن. فلناخذ مثلا اي بي مع اي بي سي، اي بي سي زائدا اي بي بار سي. فلو استخدمنا تروث تيبل او كارنوف ماب او سيت اوف ميني تيرمز راح يكون عندي تمثيل واحد لهذا الفانكشن، بينما لو استخدمت سم اوف برودكت فراح يكون عندي التمثيل نون كانونيكال. ممكن يكون اكثر من تمثيل، فهذا السم اوف برودكت هذا تمثيل، او تمثيل اخر قد يكون اف يساوي اي سي هذا تمثيل اخر. فهذه نقصد ب نون كانونيكال، والبرودكت اوف سم ايضا تمثيل نون كانونيكال، كذلك الفاكتور فورم. اللي يهمني اليوم هو الباينري ديسيجن دايجرام. راح ناخذ الباينري ديسيجن دايجرام ونختصرها بالبي دي دي ونشوف أهميتها في تمثيل اللوجيك فانكشن أو البوليان فانكشن. البي دي دي في نهاية السبعينات طورتها أكرز، اسم شخص طبعا أكرز، وأيضا أخذت يعني بعض التطويرات فيما بعد. ظهر عندنا الريديوزد أوردر في بي دي دي، وكذلك الاوردر بي دي دي. هي بالاساس يعني تبدا ببي دي دي و مع بعض العمليات اتحول الى الريديوزد اوردر بي دي دي. هذه العمليات سيت اوف ريدكشن رولز اللي حناخذها، بعض عمليات الاختصار او عمل الريدكشن. تطوير البي دي دي او عمل الكونستراكشن للبي دي دي هي بالاساس جايه من شانون اكسبانشن. شانون اكسبانشن للفانكشن، نظريه شانون للاكسبانشن يقول اذا كان عندي بوليان فانكشن مثلا اف اوف اكس 1 اكس 2 اكس اي الى اكس ان. بوليان فانكشن بها عدة إدخالات، فآخذ x1 وx2 وxi يعني تيرم بحد ذاته،
احد التيرمز، قد يكون هو اي، قد يكون بي او سي الى اخره، الى اكس ان. فيقول الفانكشن بها تو كوفاكتورز، البوزيتيف كوفاكتور اللي هو الفانكشن عندما يكون الاكس اي قيمته واحد بهذا الشكل، يعني اخذ الفانكشن وبدل الاكس اي افرض واحد واحسب القيمه، اقول هذا البوزيتيف كوفاكتور. وعندي ايضا نيجاتيف كوفاكتور اللي هو قيمه الفانكشن عندما يكون الاكس اي قيمته صفر، اف اي 0 يساوي f of x1 x2 0 xn. فصار عندي قيمتين، positive cofactor للفانكشن f i1 و negative cofactor ال f i0. شانون اكسبانشن يقول انه ممكن اكتب الداله بالشكل الاتي، f يساوي x i bar مضروبا في النيجاتيف فاكتور زائدا اكس اي مضروبا في البوزيتيف كوفاكتور، هاي قيمة الفانكشن راح يتحول عندي الى هاي الصورة. هذه بالنسبة للسم اوف برودكت، وبالنسبة للبرودكت اوف سم فورم راح يكون الفانكشن بهذا الشكل. وراح ناخذ مثال ونشوف اهميته في عملية السينثيسيس بالنسبة للوجيك فانكشنز. افترض انه عندي الفانكشن اي بي سي دي، فانكشن اوف اي بي سي دي يساوي اي بي سي زائدا بي بار سي دي زائدا بي بار بي دي. لاحظ كيف اعمل اكسبانشن للفانكشن باستخدام الشانون اكسبانشن with respect to a. يعني هنا ال اكس اي الموجود في المعادلة السابقة راح يساوي a، ال اكس اي راح يكون قيمته a بالنسبة لهاي المعادلة، فهذا ال اكس اي راح يكون عندي a، اخذ expansion with respect to a. وراح اكتب الفانكشن بصورة مفصلة اكثر، انا ممكن ال اي بي سي اكتبها اي بي سي، ممكن ادخل تيرم اخر، يعني احتاج في كل تيرم قيمة لأي، انا ما عندي قيمة اي، ممكن اخذها بشكل تو تيرمز، اي بار مع اي نفس القيمة، لان باعتبار انه الاي دونت كير، فهنا اي بار وهنا اي بالنسبة للبي بار سي بار دي زائدا اي بار بي دي. فأكمل هذا الاختصار، لو أخذت أي بار عامل مشترك أي بار مشترك راح يبقى عندي هذا الجزء وهذا الجزء، راح يبقى بي بار سي بار دي زائدا بي دي بار، وأخذ أي عامل مشترك من هذا الجزء ومن هذا الجزء، فراح يكون عندي أي مضروبا في بي سي زائدا بي بار سي بار دي. طبعا هذا الاختصار يشابه بالضبط للشانون اكسبانشن للفانكشن. راح نقارنه بالنسبة للشانون اكسبانشن، كان عندي هذا الشكل يساوي اكس اي بار اف اي 0 زائدا اكس اي اف اي 1، هذا الاكس اي بار اللي هو اي بار، وهذا الجزء هو النيجاتيف كوفاكتور، يعني عندما الفانكشن ود اكس اي يساوي صفر، هذا يعطيني اي اللي هو اكس اي مضروبا للبوزيتيف كوفاكتور الفانكشن عندما قيمة الاي يساوي واحد. لو اطبق الشانون اكسبانشن بهذا الشكل
راح اخذ الاي بار واخذ قيمة الاف عندما اي يساوي صفر. هنا راح اطبق الاي صفر، هذا الجزء راح يروح. هنا الاي صفر ما عندي جزء للاي، وهنا الاي صفر راح يتحول الاي بار الى واحد، راح يبقى عندي بي دي بار. لذلك راح يكون عندي الناتج بي سي بار دي زائدا بي دي بار زائدا اي مضروبا في الاف عندما الاي واحد. راح ارجع للفانكشن نفسه واطبق قيمة الاي واحد. اذا كان هنا عندي اي واحد هذا يعطيني بي سي، هذا البي سي، وهنا ما عندي قيمة للاي فراح يبقى بي بار سي بار دي. واذا كان هنا الاي واحد راح ينقلب صفر وهذا الجزء يتصفر. فهذا النتيجة شانون اكسبانشن مع الاختصار اللي عملناه طلعت عندي متطابقة. نلاحظ بعد تنفيذ الشانون اكسبانشن ان الدالة هذه ممكن اعمل لها رياليزيشن باستخدام المالتيبلكسر. يعني اذا كان عندي هنا الاي كسيلكتر، فمن يكون الاي صفر راح اخذ هذا الجزء، ومن يكون الاي واحد راح اخذ هذا الجزء. فيظهر من خلال هذا المثال اهمية استخدام هذا النمط من الاكسبانشن لتنفيذ في عملية السينثسيس باستخدام المالتيبلكسرز، اي انه راح يتحول عندي التصميم الى مجموعة من المالتيبلكسرز. انتقل الى عملية الكونستراكشن للبي دي دي. عملية الكونستراكشن للبي دي دي يبدأ من المعادلة. المعادلة عندي F يساوي AC زائدا BC زائدا A بار B بار C بار. راح أبدأ بالشانون اكسبانشن with respect to متغير. راح أخذ أحد المتغيرات وأعمل شانون اكسبانشن. فإذا أخذت أي راح يكون عندي أي بار مضروبا في قيمة زائدا أي مضروبا في قيمة. القيمة الأولى قلنا أنه النيجاتيف كو فاكتور، أي أنه عندما يكون الأي قيمته صفر. فهاي المعادلة من يكون أي قيمته صفر هذا الجزء راح يروح صفر، يبقى عندي بي بار سي بار زائدا بي سي هذا الجزء، هذا راح يكون هذا الجزء بي سي يبقى، وعندي الاي صفر يتحول واحد يبقى عندي بي سي بار. بالنسبة للجزء الثاني عندما يكون واحد فهذا يكون عندي سي وهذا يكون عندي بي سي وهذا راح يكون صفر. ممكن اختصر سي زائدا بي سي الى سي ويبقى عندي الدالة النهائية بهذا الشكل. كونستراكشن للبي دي هاخد مثل اف وراح اقول عندي نوت اي اللي هو الادخال اللي اخذناه للشانون اكسبانشن، وراح يتفرع من الاي جزئين. الجزء الاول امثله بهذا الخط اللي يكون اي قيمته واحد راح ياخذ من السي، والجزء الثاني
أمثلها بخط منقط أو بلون آخر اللي يكون عندما يكون قيمة الأي صفر فيأخذ هاي القيمة. هذه أول خطوة في الإكسبانشن. راح أستمر بعملية الإكسبانشن لكل المتغيرات، فأنتقل إلى خطوة ثانية بالنسبة لهاي المعادلة، ولهاي المعادلة راح أعمل إكسبانشن آخر. راح يكون الإكسبانشن هذه المرة باستخدام إما بي أو سي. فنأتي إلى هذا الجزء اللي تمثل لي البي بار سي بار زائدا بي سي. فإذا كان عندي معادلة معقدة أعمل إكسبانشن لها، لكن هنا في هذا المثال هي أساسا مكون من جزئين بي بار وبي سي، ممكن آخذ السي للإكسبانشن أو البي للإكسبانشن. فإذا أخذتها بتسلسل A B C E F G بشكل متسلسل الحروف راح يطلع عندي البي دي دي شكل، وإذا أخذت التسلسل غير تسلسل آخر راح يطلع عندي شكل آخر للبي دي دي. فلذلك في هذه الحالة إذا كان عندي الأوردر على الحروف الأبجدية راح أسميه OBDD أو Ordered Binary Decision Diagram. لهذا راح يكون هذا الشكل عندي canonical form بالنسبة للمعادلة. إذا كان عندي الـ Ordered BDD راح يكون canonical form، أما إذا كانت ما Ordered فراح يكون الـ form non-canonical. فهنا راح اخذ البي ايضا راح يكون عندي جزئين، بالنسبة للبي بار راح يروح الى جزء سي بار، وبالنسبة للبي راح يروح الى جزء سي. كذلك بالنسبة لي هذا الجزء بالنسبة للسي بار أيضا آخذه إلى جزئين، فأشوف أنه السي بار كأنه يعطيني بهذا الصورة مع سي بار واحد مع السي صفر. لذلك يأخذ من يكون السي بار صفر سي صفر راح يأخذ من الواحد، من يكون السي واحد راح يأخذ من الصفر. فهذه المربعات تمثل لي المصادر، مصدر الطاقة أو اللوجيك 1 أو اللوجيك 0. فأستمر بعملية الكونستراكشن بالنسبة للجزء الآخر، هذا الجزء. هذا الجزء ألاحظ أنه عندي في المعادلة سي فقط، معناها راح ياخذ واحد عندما يكون السي قيمته واحد. بالنسبة للبي هذا الجزء في كل الأحوال راح يروح للسي، بي بار سي زائدا بي سي في الحالتين راح يروح إلى السي، والسي كذلك راح يعطيني السي، ممكن أن أكتبه بهذه الصورة سي بار مع الصفر زائدا سي مع الواحد. فالسي بار مع الصفر راح يكون والسي مع واحد، هنا كذلك السي بار مع الصفر والسي مع الواحد. فعملية الكونستراكشن للبي دي دي طريقة سهلة، أبدأ من أول تغير أعمل اكسبانشن لها، آخذ الدالة الناتجة أيضا أعمل اكسبانشن لها إلى أن أصل إلى، وكذلك في مرحلة أخرى آخذ اكسبانشن حسب عدد الإدخالات عندي إلى أن أصل إلى
إلى واحد وصفر بهذا الشكل إلى المصادر. بعد ما يكون عندي البي دي دي راح أطبق عليها بعض القوانين الريدكشن رولز الخاصة بالاختصار حتى أحصل على ريديوزد بي دي دي. فإذا صار عندي البي دي دي اللي عرفناه هي عبارة عن مخطط يمثل لي الدوال باستخدام الشانون اكسبانشن، وعندي الاوردرد بي دي دي اللي هو المخطط نفسها اذا اخذت الادخالات بشكل اوردرد حسب الابجديه، وعندي الريديوزد اوردر بي دي دي اللي هي بعد ان اعمل او اطبق عمليه الريدكشن او قوانين الريدكشن لل او بي دي دي. من هذه القوانين اذا كان عندك النود بهذا الشكل اكس يتحول الى واي، فهنا الاحظ انه في حاله الواحد يتحول عندي الى الواي، في حالة الصفر يتحول عندي إلى الواي، وما عندي احتمال آخر لأن أشتغل في الباينري، لذلك ممكن أن أختصر هذا الشكل إلى هذا الشكل إلى واي، راح ألغي الإكس. هذه أحد القوانين. قانون آخر، إذا كان عندي الإكس بهذا الشكل، هنا عندي اكس في مكان ما ايضا نود اكس، مع ملاحظة انه هذا الجزء بالنسبة للصفر يروح للواي، بالنسبة للواحد يروح للزد، كذلك هنا بالنسبة للصفر يروح للواي وبالنسبة للواحد يروح للزد، يعني متطابقة 100%، هذا النود مع الادخالات متطابق، لكن في كل وحدة جاية من موقع آخر، ذلك ممكن أختصرها بنود واحدة وجاية من موقعين. هذا أيضا ريدكشن أو قانون آخر للريدكشن. وكذلك بالنسبة للمصادر، في النهاية راح يطلع عندي المصادر بهذا الشكل، أختصرها إلى مصدرين فقط إلى صفر وواحد، وأخذ من المواقع اللي تيجي منها الأجس. نرجع لنفس المثال السابق. في المثال السابق عملنا construction فظهر عندنا هذا الشكل للمعادلة اللي هي كانت بهذا الشكل، الـ F يساوي A بار B بار C بار زائدا B C زائدا A C. بالمناسبة ممكن أنه أطلع المعادلة من الـ BDD باتباع المسارات اللي يوديني إلى الواحدات، مثلا هذا المسار، هذا المسار راح يأخذني إلى الواحد، كذلك هذا المسار راح يأخذني إلى وأيضا هذا المسار راح يأخذني إلى الواحد. فكيف أطلع المعادلة منها؟ راح نجي أولا إلى هذا المسار، هذا المسار حياخذ الاي بار هنا من الصفر وبي بار وسي بار، فاقول الاف يساوي اي بار بي بار سي بار زائدا المسار الثاني اللي ياخذني الى الواحد
راح يكون بهذا الاتجاه، اي بار بي، اي بار بي، وعندي ايضا سي، زائدا المسار الاخر اللي هو هذا الاتجاه اللي هو اي بي سي، اي بي سي. هنا عندي البي اما اي بي بار وسي بار، يعني اثنينات ممكن المسارين، فممكن اهملها الغيها فراح يعطيني اي سي، وارجع اقارنها مع المعادلة اللي هو اي سي زائدا بي سي زائدا اي بار بي بار سي بار، اي سي اي بار زائدا بي سي اي بار بي بار سي بار، هذا الشكل اللي هو نفسه. فراح اعمل عمليات الريدكشن اللي اخذناها، راح اشوف الرسم، اشوف انه ممكن البي مع السي يندمج، الغي البي راح يطلع عندي بهذا الشكل، راح نلغي البي. هذا بالنسبة للقانون الأول. بالنسبة للقانون الثاني، هذا الجزء مع هذا الجزء مطابق، فممكن أنه أطبق عليه القانون الثاني اللي هو هذا، أخذها بهذه الصورة. وأخيرا ممكن هاي المصادر أدمجها مع بعض، راح يطلع عندي التصميم بهذا الشكل. ومن هذا ممكن أنه آخذ المسارات أيضا اللي يأخذني للواحد، هذا المسار وهذا المسار وهذا المسار، هنا راح يعطيني الـ optimal solution. طلابك استفسار شيء؟ لا إن شاء الله واضح أستاذ. أيضا راح نوضحها إن شاء الله بالمختبر، عندنا مجال ممكن في المختبر نوضح بعض الأمور. تمام راح آخذ الحضور وانتقل، ناخذ استراحة ونرجع إن شاء الله حتى نكمل.